ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله. How are you, Ryan? I'm teacher Nguyen. I hope you are in good health and your family. This is your course plan in this month, inshallah. We will recite Surah An-Nas, Al-Falaq, and memorize it, and Al-Ikhlas, and Al-Masad. Let's get started. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.